موجة حر تضرب بريطانيا، والسلطات تطلق الإنذار الأحمر للتحذير من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما يعني أن الموجة تؤثر بشكل كبير على الصحة وقد تؤدي إلى الوفاة. حركة القطارات الداخلية والدولية تعطلت بشكل كبير، كما اضطرت بعض المطارات لتعليق رحلاتها لبعض الوقت نتيجة تأثر البنية التحتية غير المهيئة لدرجات الحرارة المرتفعة. البريطانيون غير المعتادين على درجات الحرارة العالية قصدوا المسابح والأنهار، وازدحمت المدن الساحلية في جنوب بريطانيا بالمرتادين الذين يبحثون في مياه البحر عن نسيم يخفف عنهم حرارة الشمس. لجنة الطوارئ الوطنية زادت من دوام أو ساعات عمل خدمات الطوارئ، وأيضا خصصت خط للتبليغ عن الحالات الصحية الطارئة، وأيضا تم التنسيق مع وزارة الصحة البريطانية للتعاون بين المشافي وخدمات الإسعاف لتجنب ساعات الانتظار الطويلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.